وعلى ليه اساسه ليه السودان قالت انها اتأثرت واحنا ما تأثرناش؟ يعني السودان جت في فترة قالت ان احنا رصدنا انخفاض في منسوب المياه في عدد من السدود وعدد من المناطق، ليه السودان اتأثرت وانا بعد السودان؟ فانا المفروض اتأثر، ازاي السودان اتأثرت وانا لا؟ علشان حاجتين يا فندم، ودي نقطة أعتقد ممكن تبقى مهمة لو وضحت للمشاهدين، إن السودان كانت إلى حد ما مخزون السدود بتاعتها علشان بتستعد للفيضان، فكانت فاضية تقريبا ما فيش مخزون، وعلى أساسه لما يتم حجز المياه وهي أساسا السدود فاضية فده هيسبب لها شيء من الجفاف. ولكن إحنا في الآخر فإحنا المخزون بتاعنا موجود والحمد لله قادرين إن إحنا نديره بشكل جيد، وعند مناسيب جيدة نقدر إن إحنا نقول نوفي باحتياجاتنا خلال الفترة القادمة. برضو معلش هعيد السؤال تاني يا باشمهندس بقى عشان بس حضرتك طبعا فني واحنا بنحاول نفهم اكتر من حضرتك، هل تمام يا فندم. لم نتأثر لانه احنا عندنا مخزون كنا مخزنينه في بحيرة ناصر، ولا لم نتأثر لانه كمية المية اللي بتجيلنا جات لنا كما هي؟ لا لما تأثر، لان احنا اخذنا من مخزون بحيرة ناصر اللي احنا وفرناه خلال السنوات الماضية. يبقى الملء الاول قلل من كمية المياه اللي المفروض تأتي مصر، يعني في حال هذا الفيضان المفروض تجي مصر كمية مياه كبيرة، هل الملء الأول أثر على كمية المياه اللي بتيجي مصر؟ يعني بالتاكيد سؤال حضرتك واضح ومباشر واجابه قاطعه. بالتاكيد اي مخزون هيتم خصمه، او اي عفوا تدفق هيتم خصمه علشان نعمل منه اللي بنقول عليه المخزون او التخزين لسد النهضه، بالتاكيد ده من كميه التدفق الوارده اللي هي الحصه اللي جايه. ده لاعتبارين مهمين، الاعتبار الاول حجم الفيضان اصلا، هل مع الفيضان السنه دي فوق المعدلات، بمعنى ان ممكن ياخد المخزون الخمسه او 4.8 اللي حضرتك بتقولي عليهم دول من الوفرة اللي موجودة. وعلى فكرة بس لازم نوضح، هو علشان يخزن سواء السنة دي اللي جاية اللي بعدها، التخزين لازم يتم خلال فترة الفيضان، يعني ما فيش فيضان يعني بعد نهاية السنة المائية، بعد نهاية الفيضان مش هيعرف يخزن، لأن ما فيش مية أصلا يخزن منها. فبالتالي الخطوة اللي تم اتخاذها إن هو يملأ أو يقدر إن هو يخزن خلال فترة الفيضان، وخلال المفاوضات يتم بقى الاتفاق على المية دي يتم التعامل معاها إزاي، وتوفير السنة أو يخزن من السنة الجاية، أو يقدر يصرف ده ونوصل لاتفاق تاني. دي نقاط فنية يعني نقدر نقول عالقة، وما زلنا ان احنا ان شاء الله طبقا للثوابت المصرية اللي بنأكد عليها كدولة، والملف ده ملف الدولة المصرية، فبالتأكيد ده شواغلنا في المقام الأول. أرجع تاني عشان أوضح لحضرتك بشكل قاطع، هل ده هيأثر علينا ولا لا؟ أي مية يا فندم بتأثر علينا، لكن الاختلاف ان احنا بنتكلم عن مخزون نستثمره ونستفيد منه في توفير احتياجاتنا المائية بقدر الإمكان للتعامل مع الظرف الحالي.